خد دايما الشخص اللي بيحبك حتى لو انت ما بتحبوش عادي، حتى لو انت ما فيش اي قبول تجاهه عادي، يكفي بس ان هو بيحبك. هو ما دام بيحبك انت كمان هتحبه، مع العشرة هتتعود عليه، او خلينا نقول ان هو من حبه فيك هيجبرك ان انت كمان تحبه. اما الشخص اللي انت بتحبه لا، ده مش مهم. يعني انت لو قدامك اتنين، واحد بيحبك وواحد انت بتحبه، سيبك من اللي انت بتحبه ده وخد اللي بيحبك. احنا بنسمع الكلام ده كتير قوي قوي، وحتى بنلاقي الكلام ده ممكن لو في بنت بيتقدم لها عريس والاهل شايفينه مناسب وهو بيحبها وهي حتى مش طايقاه، بتلاقي النغمة دي على ودان البنت تحديدا، وممكن زي ما احنا بنقول الدقة على الودان امر من السحر، يعني توافق معتقدة ان الكلام ده فعلا حقيقة، وان يكفي ان هو يكون بيحبها، وده كفيل ان هي في المستقبل ولما تتعود عليه هتحبه. ايه رأيكم في الكلام ده؟ علماء النفس، علماء المتخصصين في العلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية وفي تحليل النفس البشرية والذات البشرية، رأيهم ايه وردهم ايه على المقولة الشائعة دي؟ يلا بينا. اهلا بيكم، برحب بيكم كده سريعا، وبقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يعني كالعادة اشترك واضغطوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك واختاروا الكل ده علشان لما ننزل اي فيديو او حلقة انتم محتاجينها تقدروا ان انتم تسمعوها وتشاركونا، ودوسوا لايك. انتوا عارفين ان الحلقة دي من الحلقات المهمة، وانا قلت قبل كده بعتذر لاي حد بيبعت لي وانا بتأخر في الرد عليه، انا بعمل لكم حلقات العلاقات دي تحديدا عشان ارد على اسئلتكم، فانتم في بالي وعمري ما انا هطنشكم يعني. دوسوا لايك وتعالوا بينا نبتدي. طب تعالوا نتخيل مع بعض كده وخلونا نقنع بعض يعني بالمقولة دي. لو فعلا انت في شخص يعني ما فيش اي حب من في قلبك تجاهه، او زي ما احنا بنقول انت شايفه عادي، بل انك ممكن تكون حتى ما بتطقش الشخص ده، بس الشخص ده بيحبك، او زي ما احنا بنقول بيموت في التراب اللي انت بتمشي عليه، اكتبولي رجاء اللي عنده خبرة، واكيد معظمنا عنده خبرة حياتية، هل ده كفيل ويشفع له ان انت ترتبط بيه وان انت تكمل حياتك معاه؟ هل تعتقد بعقلك وخبرتك انت اللي بتسمعني، رجل او ست ايا كان، شاب او فتاة ايا كان، تعتقد ان ده كفيل ان انت ممكن تبني علاقة عاطفية وتكمل مع الشخص ده حياتك للابد؟ اكتبولي اراءكم كده ونتناقش مع بعض، ما انا بقرا كل تعليقاتكم كلها بلا استثناء وبتعرف كمان عليكم من خلالها. طيب تعالوا كده نفترض مع بعض، انت او انت وافقت بالشخص ده وانت مش متقبله اصلا. اي نعم ممكن ان انت تحبه، بس انت عارف لو حبيته هيبقى حب ايه؟ حب عشرة زي ما احنا بنقول، حب تعود زي ما احنا بنقول، بس مفيش قبول. فخلي بالك في حاجة بقى، وفي نقطة مهمة احنا ما بناخدش بالنا منها، الشخص اللي بيحبك عمره ما هيفضل على طول وباستمرار يدي من غير ما ياخد. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني انت دلوقتي لو ارتبطت بشخص بيموت فيك، بس انت معرفتش تحبه بقى، معرفتش تتأقلم وتتقبل الشخصية دي، مش هتعرف تديله حب. ما في حاجات كده احنا ما نعرفش نديها للطرف الاخر. انا ممكن ادي فلوس، ممكن ادي فلوس، اقدر ان انا ادي فلوس لحد حتى ما انا مش عايز اديله، اقدر ان انا ادي ابتسامة لحد ما انا مش عايز اديله ابتسامة، مش كده؟ انما ان انا ادي قلبي لحد ما انا مش عايزه، دي استحالة بقى. ليه استحالة؟ لان الفلوس انا اقدر اتحكم فيها، الابتسامة انا اقدر ارسمها، بس قلبي انا ماليش حكم عليه اصلا. هو مين في الدنيا بيقدر ان هو يشاور لقلبه ويقول له حب فلان او اكره فلان؟ هل في حد بيقدر يعمل كده؟ اتناقشوا معايا كده، قال لي انا ممكن عشان شخص مثلا مرتبط بيه، او عشان مثلا انا متجوز واحدة ما بحبهاش، اصحى الصبح كده اقول لقلبي بقول لك ايه حبها عشان هي مراتي، هيسمع كلامي؟ استحالة طبعا. اذا يبقى انت لو اخدت حتى الشخص ده مش هتعرف تحبه، وهو هيشعر ان انت مش هتعرف تحبه، وهو كان مرتبط بك عشان هو كمان ما هوش فاهم، كان فكره ان هو هيقدر يخليك تحبه، فبعد فترة هيزهق، وممكن الحب ده يتحول الى عداء ومعاملة جافة معاك، لان هيحس ان انت مش بتقدره، انا عمال بحب فيك وبعمل لك كل حاجة
وانت مستخسر ان انت تحبني، هو هيفسرها كده، ما دي طبيعة النفس البشرية. اذا هتتحول الحياة الى جحيم. اذا المقولة دي مش عايزة ان احنا نسلم كده وراها ونمشي وخلاص من غير ما نحلل. امال المقولة دي غلط؟ يعني المقولة دي غلط؟ لا، المقولة دي مش غلط. طب عايزين نفهم بقى المقصود بالمقولة دي. لو انت بتحب حد قوي، انت بتحب حد قوي بس انت ما انتش في دماغه. يعني انا بحب واحدة وانا مش في دماغها اطلاقا، وفي واحدة تانية بتحبني قوي زي ما احنا بنقول كده بتموت فيا، بس انا متقبلها. يعني انا في قبول مبدئي، في اعجاب بشخصيتها مبدئي، فيها حاجات بتلائم شخصيتي. والاتنين قدامي، ينصح بايه؟ ينصح ان انا اختار النوع التاني اللي بتحبني وانا قابلها. يعني انت لو انت بنت وقدامك على سبيل المثال شخصين، واحد انت بتحبيه قوي بس هو ما بيحبكيش، وواحد تاني شريكي وبيتمنى لك الرضا ترضي، وانت مبدئيا كده الكاركتر بتاعه شايفاه كويس في قبول. يعني ما بتبقيش قاعده معاه نفسك تقومي تخنقيه، ما بتبقيش قاعده معاه مش قادره ان انت تبصي في وشه، لا متقبلاه، لا عادي، لا الدنيا ممكن في بدايه مبشره ان احنا ممكن الشخص ده بيعرف يتعامل معايا، الشخص ده عارف يحتويني، الشخص ده اسلوبه معايا مريحني في التعامل. المقصود اديله فرصه، او انت اديلها فرصه، ادي فرصه للطرف اللي هو بيحبك اكتر ده، وسيبك من اللي هو ما بيحبكش. لان مدام انت بدات تحس ان في سلاسه في العلاقه، وبدات ان انت تحس ان يوم عن يوم القبول ده بيزيد، اذا دي علامه مبشره قوي، وممكن فعلا ان انت حياتك مع الشخص ده اكيد مش ممكن هتكون افضل بكتير من الشخص التاني. لكن مش المقصود ابدا ان يكون في شخص قدامك انت مش طايقه، مش طايق تبص في وشه وعشان بيحبك توافق عليه. استحال المقولة يكون قصدها كده، ولكن هي كان قصدها، او المقولة يعني اللي احنا نقدر ان احنا نستفيده منها، لو في شخص في حياتك في قبول، والقبول ده اهم حاجة. يعني ايه قبول يا جماعة عشان نبقى عارفين؟ يعني انا بتكلم معاه مش بزهق زي ما انا قلت، يعني انا بتعامل معاه ممكن يضحكني من قلبي وانا قاعد معاه، يعني وشه مقبول، يعني بيفهم، يعني بيعرف يتعامل معايا زي ما احنا قلنا، يعني وانا بقعد معاه عادي بحس ان الوقت والقعده والدنيا لذيذه. هو ده المقصود. وفي النهايه ما حدش بيجبرك على حاجه، هي نصيحه عشان لو انت بتتعرض للموقف ده. والنصيحه دي مفيده اكتر للبنات اللي هي بيتقدم لها عرسان او كده، ممكن ان هي تمشي بالمبدأ ده لو انطبقت الشروط والحاجات البسيطة اللي احنا بنقول عليها دي، ان في حد مبدئيا هي مرتاحة له، وفي واحد تاني بتحبه بس اللي بتحبه ما بيحبهاش، واللي مرتاحة له ده بيموت فيها. اه في الحالة دي انا اؤكد لك، طبق المشورة دي بقى او طبق المقولة دي، وخد الشخص اللي بيحبك اكتر ما دام في ارتياح مبدئي. ما هو ده باب النور، ما هو دي البداية اللي احنا نقدر نعول عليها، وان احنا نقدر نبني عليها بقى كل قواعدنا بعد كده. اوعى ان انت هتمشي في حياتك بمبدأ هاخد الشخص اللي بيحبني عشان هو بيحبني. انا قلت لك في البداية، او قلت لك في البداية بس بعيد تاني، قلبك مش ملكك، ما بتقدرش ان انت تتحكم فيه. فانت ازاي بتحكم على نفسك ان انت هتحبه لو من البداية مفيش قبول، مفيش على الاقل انجذاب مبدئي واستلطاف زي ما احنا بنقول؟ اوعى تكمل، دي ما فيهاش نقاش. اللي يقول لك بعد كده في حب بعد الجواز، وفي ده حب عشرة، وحب العشرة ما يتقالش عليه حب، هو تعود، هو روتين وخلاص، انت تعودت عليه، او زي ما احنا بنقول استسلام للامر الواقع، رضوخ للامر الواقع. مش هتعيش مبسوط ابدا، ومش هتعرف ان انت تحب الطرف الاخر، فهيشعر ان انت مقصر على طول في حقه، وساعتها ما تلومش الا نفسك. لا، خلي بالكم من النقطة دي، لان في كتير للاسف ما هوش فاهم، اقسم بالله، وبيمشي بالمقولة دي. يعني في كتير لما يفيض به الكيل يسمع المقولة دي ما يصدق، يقول خلاص ما دام هما بيقولوا كده يبقى هما اعلم مننا، واكيد الكلام ده مش من فراغ، ويروح ان هو ياخد حد ما هوش طايقه اصلا عشان هو متاكد ان هو بيحبه، ويقول انا هحبه، يقعد سنه واتنين وتلاته مش عارف يحبه. تتحول الحياه الى جحيم، لان زي ما قلت لك
قلبك مش ملكك. يبقى خلي بالنا، اوعوا تاخدوا حاجة بشكل سطحي او بشكل من القشور الخارجية بتاعتها. افهم معنى الكلمة اللي بتتقال والمقولة والنصيحة والحكمة دي المغزى منها ايه. اخترعوا حاجة اسمها التفسير والتوضيح ليه. ما انتش عارف اسأل، ما تدعيش ان انت عارف وانت ما انتش عارف. لا، افهم المقولة دي اتقالت ليه وهل المقصود بيها ايه. دي نقدر من خلالها لما نطبق القاعدة دي في حياتنا، نطبق القاعدة ان احنا نفسر كل حاجة، نقدر ان احنا نستفيد ونحول حياتنا وننقلها في شكل وفي مكانة تانية خالص. وده اللي انا حريص عليه من خلال حلقات اللي انا بقول عليها حلقات التوعية دي، المهمة قوي لأي حد فينا بيتعامل او موجود في الحياة دي. لان باختصار احنا لازم ليه بنركز على الحياة العاطفية؟ لأن الحياة العاطفية جزء لا يتجزأ من حياة أي حد. أي حد لازم هيمر بحياة عاطفية، يا حب يا ارتباط يا جواز، مش كده؟ مش ده الطبيعي غير أي حاجة تانية؟ ما في ناس ما بتتعلمش ولا بتكمل دراستها، يبقى مش هيفرق معاها لو أنا اتكلمت في حلقات عن الدراسة. ما في ناس ما بتشتغلش، يبقى مش هيفرق معاها لو أنا اتكلمت عن الربح المادي أو إزاي إن أنت تطور من وظيفتك أو كده. بس اللي لازم كل الناس هتتعرض له هو الرباط العاطفي، هو الارتباط العاطفي، عاجلا ام اجلا ده زي الموت جاي لك. فلازم نكتر بالحلقات دي لانها حاجة احنا هنتعرض لها عشان لما نقف في الموقف ونتحط فيه نبقى عارفين ازاي ان احنا نتعامل مش نغرق. وللأسف ما اكثر الغرقى في اليومين دول، لان كتير مننا بيطنش بيكبر دماغه بيسمع كلام الاخرين من غير ما يشغل عقله، وده كله غلط. في النهاية انت اللي بتدمر حياتك بإيدك. اتمنى تكتبوا لي اراكم وتدوسوا لايك عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا، وتتابعوني على الانستجرام وصفحتنا على الفيسبوك، الروابط دي متثبتة في اول تعليق ووصف الفيديو. وما تمشوش، عندنا حلقة تانية عن العلاقات وهتوحشوا.